السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شرب كويس ديال النافع. بعدا درت النافع، يلا دوشت بقى من شفت شعري، خليته كويك، غطيته مزيان وخليته غنشرب النافع. دارو جاكم قبيله وخلاه حتى يرتاح. قلت لي انا كنمشيت ندوش، قلت لي هو ديرو معلقه ديال النافع ويطرو ديال الماء وديروها. هذا هو الثالث اليوم، هذا هو الثالث في البرارد اللي شربنا، واحد مع الصباح وواحد مع الغداء، مع حنا كنتغداو وشربنا به، وهذا هو الثالث دابا. وهذا الدور طاعتها هما اقربوا يساليو هانتوما لكم هنا ودوا due se nel caso mi dai l'altra pure se c'è. Quell'altra di marmellata. Quella di mele e cotogne pure. Mele e cotogne c'è, ma una. Una? Metà per una. Metà per una. Perché è grande, no? Certo. Bene, io sto qui a le giuste, le giuste, con le giuste, con le giuste. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Vengo. نرد راسي في هاد النافع ونعمر كرشي في هاد الكيكه، وعاد نتلاقى معكم. اللي جرباتها تخلي لي التعليق عليها ديالها، ولا تصورها وتصيفطها لي في الانستغرام، ولا تحطها لي في الباج ديالي على فيسبوك. دائما بنفس اسم القناه اللي بغيتو نتوما. جاكم بريندي لا كارتا بير فور ودرينتي كارتا. بسم الله. Buonasera a tutti. Buonasera. Vuoi coprire la Filbert? No, no. E io c'ho freddo, che con la doccia. Sei freddolosa, cioè. Grazie. Allora ho detto l'ibar. اليوم شربوا عطيني المذاق ديالهم اليوم احسن من البارح. الا درتوهم وبقاو الغلط ليه احنا يا درنا ما عقلتش شحال وحده، واش كانوا 12 ولا 13، ما عقلت ولا ما عقلت. المهم بقاو اربعه اللي غيبقاو دابا صافي، حنا عجوج وساليناهم ما ذوقنا حتى حد. سالينا ساليت انا بدا جاكم وسط مانجاندو، مانجي ترانكويلو تانتو بارلو ايو انا اللي داوية ماشي تاكل جوما الاخرى. اوكي اخواني واخواتي، كيف ما تشوفوا حنايا بخير وعلى خير، نجلس مزيان. حنا قضية في 10 دقائق ولا ربع ساعة، خصني نجلس مزيان باش ما يعواش ليا ظهري. كيف ما تعرفوا كيف ما تشوفوا حنايا بخير وعلى خير، سدين علينا في الطيور، تناكلوا تشربوا تدوشوا تنعسوا تنفيقوا تناكلوا نقضيوا الاشغال ديالنا مرتاحين في الدار الحمد لله، ونتسناو انت ان شاء الله يفرج علينا من هذا الوباء في مقاريب ان شاء الله يا ربي. باش نتغلبوا على هذا الوباء كيف ما عارفين حبسونا في الطيور، داروا لنا الحجر الصحي احنايا في الطيور دابا باش ما تنتشرش العدوى، باش يبقى كل واحد واقي نفسه بنفسه وتتيحن الله. المهم حنايا ملتزمين هذاك الشيء اللي قالوا لينا والقوانين، ويعني محافظين على هذاك الشيء اللي قالوا لينا، ونتمنى حتى في المغرب البلاد ديالنا العزيزه لينا ما بغيناش ليه هذا الوباء. واليوم سمعت والله الا ضرني خاطري بزاف، ملي سمعت راه زادوا فيه الحالات بزاف، وخصوصا واحد الفيديو كيدور ديال راه وصلت للفقيه بن صالح قال لك كاينه واحد الحاله في المستشفى لقاوها، يعني كل نهار تيكشفوا واحد الحاله، تيكتشفوا واحد الحاله في مدينه، يعني الا كانت حاله وحده والناس بقات كتروج راه هذيك الحاله غتعادي كلشي، وغادي يصدقوا الله يستر كلشي معادي، كلشي مريض كلشي ميت. وهذا الشيء كيبغي تكون اللي عنده المناعه قويه، وحنا عندنا بزاف ديال خوتنا عمامنا اخواننا جدودنا الناس كبار مساكن ما كبير الا الله سبحانه وتعالى، عندهم المناعه قليله كيكونوا ديجا مراض، كاين اللي عندهم السكر كاين بزاف في المغرب، الكوليسترول حتى هو
الناس كلها مريضه ويجي هاد الفيروس هذا اللي الناس اللي مرضين كيقضي عليهم دغيا. وسمعت بان وزاره التعليم سدات كل شيء، داكشي ديال المدارس المعاهد الجامعات كلهم سداتهم. هذه خطوه زوينه، ولكن يسدوا كل شيء. مادام سدوا المدارس، علاش سدوا المدارس؟ باش الدراري الصغار ما يبقاوش مجمعين مع بعضياتهم، واحد يجيب المرض من دارهم الله يستر، ولا هكا ويديه داك الدري لدار اخرى ويبقى المرض ينتشر. سدوهم باش يحدوا المرض. دونك ملي سدوهم يعني سدوا لك المدرسه لوليداتك، سديهم في الدار، سدي عليهم خليهم معاك في الدار، ما يخرجوش، ما تخليهمش يخرجوا يلعبوا في الزنقه. هي شي مدار ولا هما المدرسه، مازال المدرسه كيتربوا فيها وتعلموا شي حاجه، ما تخليوهمش يخرجوا، سدوا عليهم في الدار معاكم وجلسوا نتوما في الدار. وحاولوا تجنبوا المقاهي، القهاوي ما تبقاوش تمشيو ليهم، الحمامات، الحمامات ما تضروش بهم العيالات حتى الرجاله، ما تمشيوش دابا للحمامات. انا راه امي قبل ملي جيت من المغرب ما مشاتش مسكينه، وقلت لها ما تمشيش، تدوش غير في الدار، قلت لها غسلي حالتك في الدار وبقاي في الدار، يبقى الواحد في الدار. المهم تجنبوا المقاهي، كاع البلايص اللي فيهم تجمع، كلشي قهاوي ما تمشوش ليهم، الجامع صليو في الطي ديالكم، الله راه مسامح ليكم، مسامح ليكم بزاف، ماشي غير شويه الا صليتو في ديوركم وما نقلتوش المرض. الله ما غاديش يسامح ليكم الا نتوما مراد وكتمشيو للجامع كتعاديو الناس الاخرين، هي فين ما غاديش يسمح ليكم. اما الا بقيتو في ديوركم متجنبين العدوى، هي فين الله راه مسامح ليكم. نصلي في داري ونبرك في داري مع وليداتي ولا مراتي ولا بوحدي ولا داكشي اللي دار ليا الله، نبقى في داري بوحديتي حتى تيحن الله، من عادي حد ما يعاديني حد. القهاوي ما تبقاوش مجمعين فيهم، الرجاله يبقاو مجمعين في القهاوي، داكشي اللي تجمعوا في القهاوي تجمعوا في داركم، التلفازه راه في الدار حتى هي، الانترنت في التليفون، وبقاو مجمعين مع وليداتكم وسميتو وعائلاتكم في الديور، هادو حيدوهم عليكم. واللي عنده شي غرض بغى يقضيه في شي اداره، بغى يمشي يحاول يتجنب هذوك البوانيه ديال الباب، ما يقيسوهمش، راه كتكون فيهم كاع جا كل واحد اللي جا كيقيسهم بايديه، والميكروبات كيبقاو تما شادين، والفيروسات كيبقى على حساب الواحد اللي كان الله يستر مريض مده طويله ولا قصيره باش داز من تما، راه كتبقى تما الفيروس لاصقين ويبقاو يعاديو في عباد الله. حاولوا تجنبوا هذا الشيء. والصف البلاصه اللي كانت عامره بعيد من الواحد، عطيه اتساع، حس بحال راك الانسان اللي قدامك، ولو انا تشوفه راه صحيح، حس بحال راه مريض كيبان لك قدامه، مريض فيه شي مرض اللي ما خصكش تقرب ليه وبعد منه، عطيو مترو، عطيو شبر ديال اتساع. والله ما نكذب عليكم، الى هاد المره فاش كنت في المغرب هاد المره الاخرى اللي جيت ومشيت للبوسطه، تصوروا بغيت نتيري الفلوس ديالي من البوسطه، عندي لا كارت ديال هنايا ديال البوسطه وعندي الحق نتيري بها حتى في البوسطه في المغرب. ملي وصلت للبوسطه تصوروا ثلاثه بحال واحد اللي غادي يتيري الفلوس ديالو، ولكن هما راه ثلاثه معاه، دوك ثلاثه ماشي معاه، هادوك شادين النوبه موراه، هما ثلاثه كيتزاحموا على يدي شي واحد، ميمكنش ثلاثه. او هنايا ملي وصلني انا التور ديالي ما خليتش حتى واحد يقرب ليا، بقى معايا جاكم وقلت ليه جي حداك، قلت ليه خويا اسمح ليا راه خاصني انا اللي ندير شغالاتي بايديا ماشي نتوما، قلت ليه عطيوكم ماشي على المرض، على يعني الواحد خاصو ينظم راسو، ما كيشوفو في بعضياتهم، هذاك مدخل الكارطو كيدير المود باس ديالو وداكشي والاخر كيشوف، لا ما خاصش يكون هادشي. حنا ديما بغيت نوري لكم حنا ديما ملاصقين على بعضياتنا، عطيو اتساع خصوصا في هاد البيريود هادي، بعدو على بعضياتكم، بعدو، حسوا دائما ديروا في دماغكم دائما راه هذاك الانسان اللي قدامي راه مريض، باش غتعودوا تخافوا وتجنبوا. هذه واحد الجهه، ما تسلموش شتي دابا يدك ما تعطيهاش لشي واحد، عسى باش تعطي وجهك نو، بعدوا على العائلات ديالكم اللي تتبغيوه، عفوا اللي تتبغيوه من قلوبكم بعدوا عليه، خليوه صحيح وبقاو نتوما صحاحي، سلموا من اتساع، سلموا في التليفون، عيطوا، شوفوا في واتساب اللي توحشتو كي داير كي دايره، لاباس عليك، هانيه كلشي مزيان، عانكم الله، بالسلام عليكم. هادشي اللي ديروا هاد الساعه هادي، والتزموا بيوتكم باش كونوا مديرين واعيين باش تغلبوا على هاد المرض كما دايرين حنا دابا. حنا دابا محبوسين في ديورنا باكين، محبوسين كلمه قروصه كما كيقولوا، ولكن عا بين قوسين حنا راه جالسين الحمد لله بخير، الناس خدامين كاع وسمحوا في خدامهم وجلسوا في الدار باش ما يمرضوش، سمحوا في اي حاجه عندكم وتجنبوا هاد الوباء هذا باش نقضيو عليه بسرعه، لان لما بقيتوش كتزاحموا كتجمعوا المرض ما غيلقى فين يلصق، كاين عند واحد الواحد، داك الواحد داوه السبيطار صافي تما غيبقى هذاك يتعالج، ولا شوف شنو غادي يوقع ليه الاخيره ديالو اشنا هي، والاخرين ما غيقربوش ليه، ما غيقيسوش، ما يشمو ريحته، ما حتى شي حاجه، ما غيمرض حد، ولا داك العدوى غادي يتحد، هذاك الفيروس غيتحد،
اما الا بقى تيلصق في هذا الاخر يلصق في هذاك وشي تيعادي شي غيبقى ديما منتشر ما غاديش يموت. لهذا حاولوا تقتلوه، تجنبوا هذا الشيء كله، عطيو اتساع والصابون، غسلوا دائما بالصابون، خرجتوا ودخلتوا غسلوا دائما بالصابون، صبابتكم ديال الزنقه مسحوهم وخليهم ولا ديروهم في بلاستيكه ودخلوهم نيشان للبالكون ولا الشرجم حطوهم ديال الحمام ولا خليهم هويوهم ولا غسلوهم. وجافيل، جافيل القيطه ديال جافيل دائما في الماء جفوا بها الدار. انا راه جافيل ما كنتش كنستعمله عندي وما كنستعملوش، ولكن دابا بديت كنستعملو القيطه كنديرها في الماء وندوزها على الدار، القيطه كنديرها في لاباغو لان كنستعمل غير الخل انا وبيكربونات الصوديوم هما اللي كنت كنستعمل دائما وسميتو لامونياكا مره مره. مي دابا بديت كندير جافيل القيطه غنقيطه غير شويه. المهم هاد الاحتياطات ديروهم وما تخرجوش، خرجوا تقداو التقديه ديالكم الا دعات الضروره، وخرج واحد من الدار ماشي بجوج، الراجل ولدو ولا بنتو ولا المراه راجلها، واحد اللي يخرج ويحضي راسو، يحضي راسو ما يتقربش للناس وداكشي، وهذيك الجهله وهذيك الشوهه وهذيك الفوضى اللي دايرين كلشي في هذوك السوبر مارشيات. علاش في مرجان وفي ماكدونالد وهذاك الشيء اللي دايرين الناس كيتقداو؟ مالكم على حالتكم؟ ما قالوش راه الحرب غتجي، الناس راه خايفه من المرض ماشي خايفه من الجوع. نتوما تيبان لي على ديك الحاله واش الروايات مرض فين عامرين، خايفين من الجوع يمكن. الناس خاصها تكون خايفه من المرض، الا تفاديتو ودرتو هاد الشيء التزمتو بهاد الحجز في الديور ديالكم وبقيتو جالسين راه ما غاديش تحتاجوا تقداو، غادي يموت هاد الفيروس ما غاديش يبقى، وانتم غادي تخرجوا وتولي تخرجوا عاديين وتقداو كيف ما كنتو في الاول. اما الا بقيتو مجمعين وهكا غادي هذيك التقدير غتسالي وانتم غادي تبقاو شي عادي شي وشي حاجه ما درتوها. لهذا التزموا المنازل ديالكم وبعدوا على بعضياتكم وما تركبوش في الطاكسيات، ما تركبوش في الكيران في الطوبيسات، ما تسافروش كاع اصلا. اللي في شي بلاصه يبرك فيها، اللي في شي بلاصه يبرك فيها، عنده عند من يبرك ولا عند من بارك ولا اللي فين كاين تيكون ديما، وحصل دابا في هذا الوقت هذه يجلس تما. اللي باقي عنده الوقت وبغى يزهق بغى يمشي لدارهم كيرتاح غير في دارهم، زهقوا دابا قبل ما تبدا هذا الشيء يكثر، واللي زهق لدارو يسد عليه ويجلس باش تفاداو كيف ما قلت لكم هذه العدوى هذه. الحمامات قلت لكم ما تمشيوش ليهم، المقاهي، الجوامع، المدارس راهم سدوهم، الطاكسيات، الكيران، الطوبيسات، ترانات، السفر يعني ما يكونش، كاع هادشي كله قلناه والله غادي يصوب من عنده. راه حنا كنقولوا لكم هادي عن تجربه على هادشي اللي حنا واقع لينا دابا، حنايا كنقولوا لكم باش نتوما ان شاء الله توعوا بهادشي وديروه، لان القضيه راه جديه، راه مرض هذا راه صاب العالم كله ماشي صابغه ايطاليا ولا الصين ولا هولندا ولا فرنسا، ولا صاب العالم كله، 120 دوله في العالم كله صابها، يعني راه الخطر ولا الخطر كثر بحال دابا حنايا هنايا هو صاب هنايا. مثلا انا يكون كان المغرب ما فيهش ولا كان شي دوله اخرى ما فيهاش غنهربوا غنقطعوا بيا نمشيو في حالاتنا، ماشي غير حنا كاع الناس كلشي غيهرب حتى تيتحد هادشي وغادي نرجعوا، ولكن لا ما يمكنش فين ما مشيتي كاين. لهذا كل واحد يلزم دارو، يلزم البيت ديالو، وما تستهزئوش والاغاني وداكشي التافه حيدوهم عليكم. اللي جاها شي فيديو بحال هادوك تمحيه تحيدو، ما تصنتش ليه ما حتى شي حاجه، لان داكشي تافه وما داعيش للضحك، ماشي ديال الضحك هذاكشي، لان هاد الفيروس راه شي حاجه جديه ما تضحكوش. جاكم وهاد الفيروس راه جدي، راه شي حاجه معقوله ماشي ديال الضحك كما كتعرفوا، راه ما فيهش الضحك، ما خصش الواحد يضحك فيه بحال هذوك الفيديوهات اللي تيدرو ديال الشطيح وديال الرقيص وها كورونا وهذه. انا راه تيجيني داكشي والله ما نكذب عليكم، كي كنشوف شي فيديو كيجيني راه ما من هذا المنبر نقولها كاع دوك اللي كيوصلوا ليا الفيديوهات هادو راه كنمحيهم راه ما كنشوفهمش، راه كي كيجوني كندير لهم اليمينا كنشل لهم بالزربه كنديرو في هذاك السطل ديال الزباله كندخلهم هادو. هذه وحده، ونتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو، وهذه الرساله بغيت نقدمها لكم اللي سمعت عندكم المرض، قلنا باش الناس يعني شويه توعى ويعني ياخذوا عبره منا حنايا. حنايا من الاول كانوا كيقولوا راه ماشي شي حاجه هكا، ما مديناش فيه، ما عرف ما خداوش سميتو بجديه، خداوها بالضحك وعادي والناس خدامين وكيقولوا راه مرضو هادي وهادي، ولكن لا، ملي وصلت ليهم الصح دابا عاد لزموا الحذر في البيوت ديال الناس، كلشي الواحد عاد شدو رجليهم عاد قالوا لهم ولا كلشي. دابا عندنا عاد تقضيه تتخص شي حاجه كلشي مفتوح، سوبر مارشيات عندنا هنا كلهم مفتوحين،
كيمشي لواحد بنظام ما تنخرجش انا كيخرج غير جاكومو كيتقدى داكشي ما عندنا لا جهل لا خاصنا نجيبو القضيه والله الا تقدينا عادي فين ما خاصني شي حاجه كيمشي جاكومو ما كنديرش حتى حاجه في الكونجيلاتور انايا ما كنخلي حتى حاجه تخسر فين ما خاص الحوت تيمشي يجيبو فين ما خاص الخضره تيمشي يجيبها وخاص الحليب تيمشي يجيبو اللي بغا تيمشي معاك ناكلو كنشربو الحليب طري ماشي داك ديال الكارطونات اللي كيبقى تيمشي يجيب الحليب ديما فريسكو كل يومين ثلاث ايام تيخرج يجيب الحليب ما عندنا حتى شي مشكل ما عندنا لا جفاف ما ناقصنا حتى حاجه كلشي موجود خاص غير النظام يكون تيدخلوا بربعه ولا بخمسه ولا بعشرة على حساب كل سوبر مارشي واشنو دايرين فيه وكيدخلوا الناس يتقداو وكيخرجوا يعني عادي لهذا المغرب ما غاديش يموت بالجوع المغرب كلشي عندنا كلشي كاين لزموا بيوتكم وحاولوا تغلبوا على هذا المرض بغينا الله يحفظكم يحفظكم كاملين لان عندنا في المغرب اعز ديال الناس على قلوبنا كاينين في المغرب والدينا اخواننا عمامنا جدودنا كلنا كلهم كاينين في المغرب لهذا ما بغيناش الله يشوفنا حتى شي حاجه خايبه في شي واحد منهم ولا في جميع المسلمين كلهم اجمعين لهذا حاولوا تجنبوا انفسكم بنفسكم تغلبوا على هذا الوباء هذا ويا ربي نكون فدتكم في هذا الفيديو شي حاجه ونتمنى تديروا غير شويه من هذا الشيء اللي قلت لكم على الاقل غير تجلسوا في ديوركم كلوا شربوا مع وليداتكم وبقاو في ديوركم وهذا الشيء اللي كاين والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوا جميعكم فيديو مع السلامه.